هذا الانرامو هو اللاعب النيجيري انرامو صاحب اليد الشهيرة جدا، أطول إيد في تاريخ دوري أبطال أفريقيا منذ بدأت، اللي اتمدت لمسافة مترين عشان تسجل بضربة يد قوية صريحة واضحة وطويلة هدفا للترجي في مرمى الأهلي في تونس. فكرني بالليبرو بتاع الفولي. هذه اللقطة إياها لو وحشتكم صورة إيد رامو، وساعتها قلنا ده مش إيد رامو، ده إيد رامو هي اللي جابت هذا الهدف. هذا الحكم الذي احتسب هذه اللعبة هدفا، جوزيف لامبتي الغاني، هو الذي تم شطبه غير مأسوف عليه لأنه مرتشي، حكم مرتشي في ماتش السنغال مؤخرا في مباراة للسنغال وجنوب أفريقيا. الفيفا والكاف تأكدوا أنه هذا الحكم أو هذا اللامبتي مرتشي، فتم شطبه ومنعه من دخول أي منشأة رياضية بحسب القرار العقاب اللي صدر ضده، انها توصيه لل... بصوا بصوا الكوره، بصوا فجر هذا الحكم، بصوا. وطبعا لا هو ولا اللاين مان الاثنين دي خرجتنا دي من البطوله. ايوه، فانتم متخيلين انه تحكيم من هذا النوع لا زال يعبث في البطولات الافريقيه. والناس لما بتتكلم على يا جماعه هو في صعوبة ان احنا نطالب بالعدالة التحكيمية، في صعوبة ان احنا نطالب زي ما المهندس عادل قال في بداية الحلقة، يفضل دايما وابدا في مراقبة للحكام، في تفتيش على الحكام، في متابعة للحكام. البطولات الافريقية حافلة فعلا بالبلاوة السوداء. هذا العنصر ياخد هذه المسؤولية. النهاردة سمعت الكابتن وليد صلاح الدين في الراديو بيسأل الكابتن شط، بيقول له في كلام كتير بيتردد على انه الحكم الكاميروني اللي هيدير مباراة الترجي والأهلي اليوم نيانت، قالوا انه جوز اخت الهاف ديفندر بتاع الترجي التونسي، لاعب في الترجي التونسي كاميروني، ده زوج اخته. فيقول له يا كابتن شطة في كلام كتير اعلاميا بيتردد على كده، يقول له والله يا وليد يعني احنا مش هنطلع شهادة الميلاد. والكابتن شطة راجل مدير الإدارة الفنية في الاتحاد الأفريقي، ما ينفعش الناس تحمله حاجة بره سلطاته، لأنه الكاف مؤسسة فعلا متهيكلة. هو ماله، وحتى لو كده أو كده هو في النهاية بيعتبره مسؤول عن الكاف. بالظبط، هو الوحيد اللي بيرد على التليفون، فهو الراجل اللي يسجلوا له انتقاداتهم للتحكيم وانتقاداتهم للجنة المسابقات وانتقاداتهم للمدربين ولتنظيم البطولات. وقال الكابتن شطة خلاص، لكن الامر بره ايد شطه خالص، الامر يخص السلطات المسؤوله في الاتحاد الافريقي. الى امتى يظل السكوت على التحكيم الافريقي اللي انا قلت عليه من ساعه مباراه العرجون المغربي، انه التحكيم الافريقي عاد كالعرجون القديم. العرجون حتى في ذكر الايه بتاعته، الوصف الجزء الناشف قوي من جذع النخله اللي خلاص بقى متهالك من كتر التيبس والنشفان بتاعه. فالتحكيم الافريقي كل ما الكره الافريقيه تتقدم يعود كالعرجون القديم فعلا. لامتى هيظل حال التحكيم الافريقي بهذا السوء؟ الحمد لله يا رب. حاجه مؤسفه، والعجيبه ان السنغال تعاني من حكم زي لامتي واحنا نعاني من حكم سنغالي. سنغالي. اه. كابتن يمكن الصريحة التونسية قالت إن رامو يتحدث عن اكتساح الأهلي والبنزرتي يحذر هؤلاء، وبتشير على أنه إن رامو هذا اللاعب النيجيري اللي كان مايكل إن رامو اللي كان في صفوف الترجي كان انتقل إلى الاتفاق السعودي ولف اللفة بتاعته، أخيرا الترجي ضمه له مجانا في انتقال حر بعد انتهاء عقده اللي امتد 6 شهور مع الاتفاق السعودي. مايكل إن رامو عبر عن سعادته بالنتيجة اللي حققها الترجي، وتوقع قدرة الترجي على الفوز في مباراة العودة، لكنه الراجل مش موجود إلا أنه إيده ما زالت موجودة. هو إن رامو يعني أنا مش فاهم، هو موجود في الترجي ولا عايز أكون بجنب؟ هم ضموه مؤخرا. ضموه مؤخرا. آه. جميل قوي. آه. عشان أنا سمعت أنه هو استعدادا لمباراة الأهلي بيتمرن في ملعب الفولي. آه. زي الليبرو عشان هو بره القايمة. هو بقى ايه يقعد يلعب
بايده كويس يتمرن عشان يقدر يجيب جون بايده الشمال بقى، لان هو جاب جون بايده اليمين فهو بيتوعد الاهلي. انرامو يتحدث عن اكتساح الاهلي زي ما قالت الصريح التونسيه، لكن الكابتن ناصر عباس الحكم الدولي السابق قال انه اخطاء التحكيم في هذه المباراه اضرت بالاهلي كثيرا امام الترجي. وشدد ناصر عباس الحكم الدولي السابق وعضو لجنه الحكام الرئيسيه في اتحاد الكوره ان النادي الاهلي تعرض لظلم تحكيمي واضح خلال مباراته مع الترجي، وقال عباس انه الحكم السنغالي اخطا في اكثر من كره واضحه لصالح الاهلي، منها ركله الجزاء التي احتسبت لوليد ازارو حيث كان لزاما على الحكم وفقا للقانون ان يشهر البطاقه الحمراء للمدافع التونسي الذي ارتكب هذا الخطا. واوضح انه عباس في تصريحات اذاعيه اللعبه توفرت فيها كل مواد القانون التي تتيح اشهار البطاقه الحمراء، خصوصا ان ازارو كان منفردا بالمرمى تماما ولديه فرصة محققة للهدف، واللاعب المعتدي كان آخر لاعب في فريقه قبل حارس المرمى. يعني هم ما شافوش العرجون وبيطرد عماد النحاس أمام ساحل العج، وقال كمان أمام النجم الساحلي في 1-1 هنا في ملعبنا. ما هي كرة. حكم مباراة الإياب الكاميرون نيانت اليوم، لأنه الأهلي أصبح في هذا الموضع لابد أنه يطالب الاتحاد الأفريقي. الناس كتيرة على فكرة، وأنا في استاد برج العرب يا باشمهندس، بدأت، ودي الحاجة المؤسفة، يعني احنا دايما وأبدا بنطالب لعيبة الأهلي الحكم حكم واللاعب لاعب والإداري إداري ومحدش يحتج على قرارات الحكم. للأسف البعض بدأ يبص على إنه الأدب بيتفهم غلط. لا، والالتزام بالقانون. لا، ما حد إيه؟ ضرب الصحة. حد إيه؟ اللعيبة وجهازهم، لكن لا، النادي الأهلي له ناس تقدر تدافع عنه. بالظبط. له ناس تقدر تدافع. انما الحكام بتوع اليومين دول من النوعيه بتاعه السنغالي ده، الاعتراض بيحسسه بالخطا، الالتزام بيشعرك ان انت لاعب اليف فبيستسهل هو الامر. هل بقى مطلوب اللعيبه في الملعب؟ لا يا استاذ ابراهيم، ده منطق خطر جدا طبعا، لان هو اللي عايز يتربص بيك اول ما زي ما حصل، اول ما تحتاج يطرد لك. هو مش حصلت مع كابتن بركات بعد ايد رامو؟ ايوه. يعني حصل ايه؟ طرده. طب نشوف الكابتن جمال الشريف ورأيه في أخطاء هذا الحكم السنغالي. فيما يتعلق بالدقيقة العاشرة الذي كان يمكن أن يجعل المباراة تنحو منحا آخر، طبعا اكتسب ركلة الجزاء وكان قراره صحيحا 100%، كان ذلك في الدقيقة العاشرة. أين البطاقة الحمراء؟ لكن البطاقة الحمراء كانت يجب أن ترافق القرار الفني لسبب أساسي. طبعا القانون قد عدل، وأن عندما يكون هناك فرصة محققة للتسجيل والحكم يذهب باتجاه احتساب ركلة الجزاء فيجب أن يعطي البطاقة صفراء، إلا في حالات استثنائية منها أن تكون المخالفة دفعا أو مسكا أو جذبا أو سحبا، يعني شد. هنا عملية، هنا اللاعب أولا مسيطر على الكرة سيطرة كاملة، مواجه المرمى، جميع اللاعبين المدافعين الاثنين الآخرين غير المرتكب مخالفة خلفه، وبالتالي هو لديه فرصة واضحة جدا للتسجيل. وهنا لم يكن للاعب منتصر طالبي أي إمكانية للعب الكرة أو المنافسة عليها، هو يقوم بعملية دفع من الخلف مستخدما ساعده على الظهر من الخلف، وبالتالي هو في هذه الحالة، هذه حالة مستثنات من تخفيض العقوبة من حالة الطرد إلى حالة الإنذار، وبالتالي كان يجب على الحكم أن يشهر البطاقة الحمراء وليس البطاقة الصفراء. طبعا هذا كان يمكن أن تغير من مجرى اللقاء. طبعا المباراة كانت غاية في الصعوبة، هناك 6 حالات في الشوط الأول، حالات تسلل على الفريق الأهلي، 3 صحيحة و3 خاطئة. هذه حالة واضحة جدا، هنا خليل الشمام المدافع الأيسر يقوم بعملية تغطية واضحة، ونلاحظ اللاعب بعيد جدا على خط التسلل حوالي مترين أو 3 أمتار. وبالتالي عبد الله سعيد عندما مر الى اجيا، كان اجيا في موقف مريح وسليم اجايا. طبعا هنا المشكله، هذه الحاله تحتاج الى شجاعه، تحتاج الى موقف صحيح وتحتاج الى شجاعه لسبب اساسي، لان اللاعب الذي يقوم بعمليه تغطيه في اقصى اليمين قريب من الحكم هو اللاعب الذي وصلت الكره في اقصى اليسار، فلا لا لا, لا امكانيه للمدافعين للحاق به، وبالتالي سوف يتحرر ويتحرك باتجاه المرمى دون اي عائق. الحاله الثانيه كان في الدقيقه 80، ايضا حاله
الحكم هنا يعني لاعب ايضا هنا منتصر طالبي ينسحب، يحاول الانسحاب من منطقه الجزاء، هو يقف في موقف صحيح، لكن عندما انسحب منتصر لم يتحرك الحكم مع منتصر، وبالتالي هذا معنى ذلك انه كانت حاله التركيز لديه ضعيفه، وهذا نلحظ هذه اللحظه طبعا لعبت كره من علي معلول باتجاه وليد ازارو. وليد ازارو في موقف نلحظ الحكم متاخر عندما خرج، طبعا كان منتصر داخل منطقه الجزاء، حاول الخروج قدم داخلها وقدم خارجها. يعني ما فيش افدح من الخطا بتاع ضربه الجزاء، انت حسبته ضربه جزاء، يعني نسيت ان ضربه الجزاء بهذا الشكل وهذا الانفراد الصريح واخر لاعب معتدي يطرد؟ هل في حكم يعمل كده؟ اولا اللي يقول لك ما هو حكم فير بديل حسب ضربه جزاء، ما كانش يقدر ما يحسبهاش. ما قدرش، يعني لاعب وقع على لاعب بهذا الشكل الواضح جدا ما يحسبهاش ضربه جزاء؟ لا، هيحسبها ضربه جزاء. بس كمان الوحيد اللي ممكن ما يحسبهاش هو مين؟ احمد حمدي. انت بتقفل على كده. عموما كان عندنا حالات لكتير من خبراء التحكيم اكدوا على انه الاهلي تعرض لظلم فادح من هذا الحكم السنغالي، لكن ايد رامو ما زالت تعبس. المطلوب من الاتحاد الافريقي قليل من الحماية للقانون وشيء من العدالة في التحكيم ومحاولة ملاحقة الفاسدين. باشمهندس اخيرا ليك جملة واحدة. جملتي لجمهور النادي الاهلي والرأي العام، ارجوكم خفوا على لعبتكم. القسوة في ساعتها مفهومة، اما القسوة المستمرة لا مبرر لها. بإذن الله ربنا عوضنا، بإذن الله نلقى تحكيما عادلا يتيح لنا أن نؤدي مباراة محترمة. خليكم مع فرقتكم. كابتن حسام البدري كل الثقة فيك. لا. كابتن شريف إكرامي أنت وحش بجد. لازم نقول خلي بالكم مثل هذه الإشاعات اللي اتقالت على لساننا النهاردة هتتكرر خلال الفترة الجاية، ما تصدقوش غير اللي تسمعوه مننا، اللي منسوب لنا اسمعوه مننا، صدقوا يا حد تاني في اللي يقوله، لكن اللي يجي يقول لك على لسان عدلي لسان ابراهيم لم يحدث ان تدخلنا او صرحنا بان هناك تدريب مسموح به او حضور جماهيري مسموح به يوم الاربعاء، هذا غير حقيقي، لا يوجد سماح للجماهير بحضور التدريب حتى الان. دي مش شغلتنا. اللي هيطلع الموافقة إدارة النادي. هذا الكذاب الأشر المغرد الذي أطلق هذه الشائعة هيتحمل مسؤوليتها لو حصل شيء. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير، نلتقي دوما إن شاء الله. تصبحوا على خير.